ألو، مرحبا، هنا غزة. إحنا عايشين، إحنا أحياء، لسه ما متنا. الشعور إنه 24 ساعة متواصلة بتشعر إنه الحياة قاعدة بتروح منك. بيجي الليل، كل ثانية عبارة عن يوم كامل بتحس فيها إنه الحياة بتطلع منك، لكن بعد ساعة، ساعتين، ثلاثة من القصف المتواصل تشعر إنه لسه ما متت. خليني أجرب أنام. نفس الصوت اللي كان هو سبب في قلقك وعدم نومك هو نفسه بضل مستمر، لكن بتنام، بتنام وانت رافع اصبع السبابة متشهد 1000 مرة، متوقع نفس ب90% انك مش راح تصحى. اهلك جنبك تتفقدهم لاخر مرة، بكون ماسك ايد حد فيهم وبتنام. ما بتعرف كيف نمت، لكن الغريب انك بتصحى. ممكن تصحى على صوت غارة قريبة، ترجع تنام عادي. فكرة انه انت ممكن تكون في هذا البيت اللي انقصف ونزل كله على روس اللي فيه، عائلات كاملة تكون تحت الأنقاض. فكرة إنه أنت ممكن تكون التالي، ممكن أنت تكون اللي مش راح يصحى، أو اللي راح يصحى مش على صوت قصف، راح يصحى على صوت بيته نازل عليه إن ربنا كتب له عمره يكون من الأحياء، يكون حي لكن تحت الأنقاض، يستنى فرج ربنا. لكن رغم كل هاي الأفكار الغير إنسانية اللي مش طبيعية، ترجع بتنام. أكيد موكل أمرك لربنا، أكيد قرأت الأذكار 1000 مرة و100 مرة في كل لحظة، في كل وقت، في كل ثانية، لكن اللي بصير مش طبيعي. الغريب إنه بترجع تصحى، أنه بيطلع عليك نهار، فبتكتشف أنه أنت لساتك على قيد الحياة.